كابتن شريف، الف مبروك النادي الاهلي، فوز مستحق واداء رائع. الحمد لله، زي ما اتكلمنا كده قبل المباراه ان فرقه سيراميكا فرقه الحقيقه عندها سرعات وعندها امكانيات انها تبقى موجوده جوه الملعب. انا بشكرهم على الاداء اللي هم كانوا فيه النهارده، خلوا لعيبه النادي الاهلي الحقيقه القيمه والقامه اللي هي فيهم تطلع. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي انا بحترمها النهارده وببارك لها، بقول لهم انتوا النهارده ادتوني الاحساس بالبطوله بتاعت الدوري. تقالي الشوط الثاني ده من احسن الاشواط اللي قدمها النادي الاهلي من فتره كتير. انا ما شفتش النادي الاهلي بهذا الجمال بهذه التحركات. طلبنا في الهاف تايم واحنا قاعدين بنتكلم شكل الهجوم المثلث الهرمي اللي هو موجود، يبقى في مساعدات لبواليا او دخول احد العناصر اللي هي ذو الخبره زي قفشه وكهربا ووليد سليمان، ودخل محمد شريف كمان، فاكتملت العناصر. خدت بالك الفرديات اكتلم الشكل. قفشه بصراحه لعيب على مستوى عالي جدا، ازاي بياخد الكوره وازاي بيبص ناحيه المرمى وازاي بيوصل اللعيبه في سرعتها، ازاي في ثقه كل واحد في امكانياته، ما تهزوش خالص. دفاع النادي الاهلي النهارده على راسه بانون، خدت بالك عمل كل التامينات لوسط ملعب النادي الاهلي، عمل كل الباك اب، يعني خلاهم ما يحسوش باي مشكله جاي عليهم من سرعات فرقه سيراميكا. كل الفرقه انا بحقيقه النهارده زي ما قال ماهر بالجهاز الفني، من تغييرات، من تركيز في كل عناصر اللعب النهارده. انا بعتبر المباراه دي بدايه ورساله لجميع فرق الدوري العام وجميع فرق افريقيا، هذا هو النادي الاهلي.